السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشمع إن احنا نخاف من الذكاء الصناعي، لكن الذكاء الصناعي دوت نخاف منه ليه؟ لأن أنت دلوقتي تقدر تعمل فيديو من خلال إن أنت تعطي بعض الكلام لأي شخصية وتقول له اتكلم بالشكل دوت، فهو يبدأ يتكلم بالشكل اللي أنت عايزه. تمام، دي حاجات تمبليت تقدر تعدل فيها وتقول له كونتينيو، فبيبدأ ياخد الكلام بتاعك دوت ويحطوا لأي شخصية معينة، هي تبدأ الشخصية دي هي اللي تتكلم. تمام، فالموضوع مرعب. هو بيقول لي هبعت لك فيديو فيه الكلام دوت. طيب هنشوف الفيديو. بيفتح الفيديو اهوت. Hi Anna. This is a quick video to check in and see if there might be grounds for collaboration between Synthesia and your company. يعني انت اي كلام تقدر تحطه وهو يبدأ يجيب لك الشخصية اللي انت عايزها تتكلم بالكلام اللي انت تكتبه. هتلاقي فيديوهات كتيرة موجودة على اليوتيوب بتشرح الفكرة ديت. طبعا في واحد ظريف تخلي بنت تحبك، خد الكلام وكده. ده نوع من التكنولوجيا اسمه دي فيك. دي فيك ان انت تحط معلومات مكتوبة بشكل غبي. Today you're تعال نشوف أمثلة. ليه أنا معندش أمثلة كتيرة؟ لأن لازم تدفع فلوس عشان تبدأ تعمل حاجة حقيقية. فالفكرة كلها وصلت إن التكنولوجيا هي تقدر تختار شخصية معينة، وفي بعضها بيربطها بالزوم أو بيربطها بمكسوف تيم، يعني محادثة، بدل ما أنت تظهر تخلي مثلا سانتا كلوز أو تخلي مثلا ستيفن سيجال يظهر مكانك لو انت بتحب ستيفن سيجال وهكذا. ممكن تجيب مثلا احمد سقا وتخليه يتكلم مكانك، تكتب انت الكلام وهو يبدأ يتحرك، او انت تتكلم وهو يعمل نفس الانفعالات وهكذا. فدي من الحاجات اللي الواحد لازم يبقى حذر منها. شايف بتربطها ببرامج كتيرة جدا، ايميل تربطها ب حاجات كتير جدا، فالموضوع خطر جدا. ده ممكن تمسك برضو شوية كلام كده. تمام، ممكن مثلا في مرة من المرات ناخد كلام مثلا عن موضوع معين خاص بمصر ونخلي أي شخصية من دول تتكلمه. وأنا أتوقع يعني شايف إن طريقة الكلام مقبولة، يعني مش Hi Anna. This is a quick video to check in and see if there might be grounds for collaboration between Synthesia and your company.